السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج وقفات. واسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة، الشيخ دكتور مشعل عيادة العنزي الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله مجددا يا دكتور. الله يحييك ويبارك فيك دكتور. في كل حلقة من حلقات برنامج وقفات دائما نبحث عن عنوان لكل وقفة. هذا العنوان هي مفردة تكررت في القرآن، ولكن تأويلها وتفسيرها منا نحن الضعفاء مرنة، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. بينت معنى كلمة القنوط. نعم. ما المقصود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. القنوط هو اليأس، القنوط اليأس، وإذا قال ومن يقنط من رحمة ربي للقوم الكافر، ليأس من رحمة الله عز وجل هذا كافر، لأنه يأس وقنط من رحمة الله عز وجل التي هي عمت كل حي ووسعت كل شيء. ولذلك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده. الله سبحانه وتعالى يتعجب، رب العزة والجلال يعجب في العجب، سبحان الله. قال عجب ربنا من قنوط عباده. والعجب له معنيان، المعنى الأول في حق الله، والمعنى الثاني في حق العباد. التعجب في حق الله هو خروج الشيء عن نظائره، فالله يعجب ويعلم لما يعجب سبحانه وتعالى، فخرج الشيء عن نظائره، لذلك عجب الله عز وجل لخروج هذا الشيء عن نظائره وأوساطه. المعنى الآخر أن الإنسان يتعجب لجهله، وهذا في حق البشر. ليش نتعجب يا أبو دخيل؟ لأن جهلنا ما تعجبنا منه. فإنسان إذا عجب من شيء دل على أنه جهل هذا الشيء، وهذا لا يكون في حق الله عز وجل. فالله يعجب ويعلم لما يعجب. مما يعجب الله عز وجل الذي هو إيش؟ خروج الشيء عن نظائره. يعجب من قنوط عباده، سبحان الله. الله يتعجب من يقنط من رحمة الله، اللي فقد الأمل. اللي فقد الأمل. عجب ربنا من قنوط عباده، يعني من يأسهم. ينظر إليهم أزلين قنطين، ينظر إليهم، وهذا يدل على صفة النظر لله عز وجل وصفة العلو، لأنه النظر يكون من أعلى. ينظر إليهم، إلى من؟ عباد الذين قنطوا. أزلين قنطين، يعني قنطين يائسين، ووقع عليهم اليأس حتى أنهم يعني قنطوا من رحمة الله تبارك وتعالى لشدة ما أصابهم من الضرر. فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. يليق بمقامه وسلطانه في هذه الصفات حتى لا يقطع أو يجتزأ شيء من حديثنا ويؤول في غير محله. نعم، من صفات الله عز وجل الفعلية الضحك. الله سبحانه وتعالى يضحك جل في علاه. قد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ضحك له الرب أدخله الجنة أو رضي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم. يضحك لمن؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم إن الله يضحك لرجلين يقتل أحدهم الآخر فيدخلهم الله كلهم الجنة. يقتل هذا الكافر المسلم فيموت المسلم شهيدا يدخل الجنة، ثم يسلم هذا الكافر فيصبح مسلما وحسن إسلامه، ثم يقتل فيكون شهيدا فيدخلان الجنة. فالله يضحك لمثل هؤلاء الذي يدخلون الجنة. أيضا يضحك الله عز وجل لرجل كان عنده زوجة حسنة وفراش حسن، فيترك هذا الفراش وهذا الجمال ويقوم الليل، ويقول الله عز وجل ولو شاء لرقد. الله يضحك لهذا. ومن الصفات التي يستبشر بها ويضحك لها الله عز وجل الثلاثة النفر الذين كانوا في سفر،
ثلاث نفر كانوا في سفر، ولما جاء في الليل رقد الاثنان وبقي الثالث لم ينم، أخذ يقوم الليل على شدة التعب والجهد وعناء السفر، إلا أن هذا قام بين يدي الله تبارك وتعالى، ولو شاء لرقد، قام لله عز وجل فضحك الله جل وعلا من فعله، لأن الله يعلم أن هذا ما قام إلا خوفا من الله ومحبة وطاعة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا يضحك الله عز وجل لرجل صبر بنفسه لما يعود من المعركة الناس يهربون، هذا صبر بنفسه وحبس نفسه فانتصر، فإما أن يعود بالنصر أو الظفر، فيضحك الله لقوته وشدة بأسه، ويضحك الله لمن أطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيم أو من يضيف ضيف رسول الله، فأوقد نارا وأخذ طعام الصبية وأعطوا هذا الضيف الطعام، وأنام الصبية من غير طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الذي أطعم ضيف البارحة؟ فقال يا رسول، قال إن الله ضحك لكم البارحة، والله يضحك لك ضحك عبيده، والكيف ممتنع عن الرحمن، والله ينزل كل آخر ليلة لسماء الدنيا بلا كتمان، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيبه من ناداني. الله عز وجل يضحك لمن ذكرت من هؤلاء الصفات، لأن الضحك من الله عز وجل يدل على سعة عفوه ورحمه ورحمته، وأن من ضحك الله له أدخله الجنة. في تتمة هذا الحديث جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ فقال نعم يضحك الله عز وجل. قال والله لن نعدم من رب يضحك. هذا الأعرابي يقول لن نعدم بسجيت بالبيئة اللي خرج منها، يعني ما ننحرم من رب يضحك. إذا ضحك الرب معناته أن الحلم والأنا والصفح والعفو والرحمة هذه كلها متجلية نعم في صفات الله عز وجل. نعم، إذا نقف عند هذا الفاصل ومن ثم نكمل بإذن الله دكتور. إذا مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وبرنامج وقفات، ومجددا رحب بضيفنا وضيفكم الشيخ دكتور مشعل عيادة العنزي الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حياك الله مجددا يا دكتور. الله يحييك ويبارك فيك. ما زال حديثنا عن القنوط وتكرر هذه المفردة من القرآن، وعرفنا وفهمنا أن المعنى هي اليأس من رحمة الله عز وجل، وعجب الرحمن عجب يليق بمقامه وسلطانه على هؤلاء الذين يقنطون من رحمة الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره، وقرب غيره، الواو هنا تسمى واو المعية، يعني ليس معناها واو إنما معنى مع، مش حرف العطف يعني، مش الحرف. قال وقرب غيره أي مع قرب تغير أحواله. الله يقول عجب ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره، أي مع قرب غير راح يغير حالكم، لكن لا تستعجلون. فينظر إليهم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. الله عز وجل لماذا تعجب من هؤلاء؟ لأن الله يقول مع أن الله راح يغير حالهم، أنت الذي أصبت في يأس ومخمصة وظلم لا تقنط، فإن الفارج الله، لا تيأس من الله، لأن الله راح يغير حالك من ضيق إلى سعة، ومن حزن إلى سعادة، ومن مرض إلى صحة، ومن فقر إلى غنى. هذه معاني لابد أن تتجسد عند كل مؤمن، أن تغير الحال من الله عز وجل، لا يمكن أن يبقى الحال على حال واحد، هذا من المحال. فتغير الأحوال هذا سنة الله ماضية، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما يبقى الحال على ما أنت عليه، إنما يتغير الإنسان، يعني طرفة عين يغير الحال إلى حال، من طرفة عين، الله أعلم. الله صحيح، يغير الله من حال إلى حال. لذلك لما مثال على تغيير الحال من حال إلى حال، السحرة لما قالوا يا موسى أجمعوا أمرهم واجتمعوا في يوم الزينة وقد أفلح اليوم من استعلى، وأعدوا لسيدنا خلاص انت موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا يا موسى إما أن تلقي وأما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى،
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصاه فأصبحت هي أكلت هذه الحبال. شنو صار؟ فألقي السحرة سجدا. سبحان الله. قبل شوي يعني سحرة. لم يخيل لهم لأنهم سحرة يرونها حبال ولكن خيل للجمهور. للجمهور. إنجاز لي الحديث. نعم صحيح. ولذلك هم الذين سحروا أعين الناس واسترهبوهم لما رأوا حية موسى قالوا هذا مو سحر، هذا حقيقة. كيف عصا تصير حية؟ موسى لما ألقى العصا أصبح الثعبان حقيقي. هم مش ثعبان، هي عصي وحبال كأنها حية. أما موسى حية. فلما رأوا هذا قالوا لا يمكن هذا سحر. هذا ليس من ضرب السحر. إعجاز. هذا إعجاز. لذلك ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. شوف سبحان الله. غير الله من حال إلى حال، من سحرة إلى مؤمنين، إلى صالحين، أسلموا لله تبارك وتعالى سبحان الله. وعذبوا على ذلك. وعذبوا قالوا لن نؤثرك على ما جاء من البيت والذي فطر، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة. وهذا كابر فرعون. هذا كابر. قال إنه كبيركم يعني موسى الذي علمكم السحر، يعني موسى علمكم السحر. فتغير الأحوال هذه سنة الله سبحانه وتعالى. الله عز يقول مع قرب تغير يعلم أن فرجكم قريب. الفرج قريب من الله سبحانه وتعالى. شئنا أم أبين. شئنا أم أبين. لذلك لابد أن نحسن الظن بالله وأن نتوكل عليه وأن نؤمن بالله خيرا، فإن الفرج سيأتي ولو طال الزمان، فإن ربنا غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن لا يجعلني وإياك من القانطين ولا الآيسين، وإنما يجعلني وإياكم من المحسنين الظن به والمتوكلين عليه. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا شيخ دكتور مشعل عيادة العنزي، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. وصلنا للختام، وفي الختام لم يبقى إلا السلام.